السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع. معكم أستاذة زينات من مدرسة أنس بن مالك الخاصة. درسنا اليوم بعنوان الأقطاب المغناطيسية. تعرفنا في الدرس السابق على المغناطيس في الحياة اليومية، وتعرفنا على أهمية المغناطيس وأنواع المختلفة للمغناطيس وكيف يمكننا العناية بالمغناطيس. في هذا الدرس سندرس الأقطاب المغناطيسية. مفردات التعلم: أقطاب القطب الشمالي، القطب الجنوبي، تنافر. للمغناطيس أقطاب مغناطيسية تسمى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. على سبيل المثال، يتكون قضيب المغناطيس من طرف أحمر وهو القطب الشمالي، وطرف أزرق هو القطب الجنوبي. والتجاذب والتنافر هما قوتان مغناطيسيتان. سنتعرف على التجاذب والتنافر ومتى يحدث تجاذب ومتى يحدث تنافر. في هذه الصورة، كما هو موضح في الصورة، حرف الجيم باللون الأزرق وهو القطب الجنوبي من المغناطيس، واللون الأحمر في المغناطيس الآخر هو القطب الشمالي يشير إليه بالشين. الأقطاب المتضادة في هذه الصورة قطب شمالي وقطب جنوبي، إذن أقطاب مختلفة تقترب من بعضها البعض، وهذا نسميه التجاذب. هذه هي قوة التجاذب. متى يحدث التجاذب؟ عندما تكون أقطاب المغناطيس مختلفة أو متضادة. في هذه الصورة قضيب القطب الشمالي والقطب الشمالي في مغناطيس آخر، إذن الأقطاب متشابهة. الأقطاب المتشابهة تبتعد عن بعضها البعض، وهذا نسميه التنافر. إذن متى يحدث التنافر ومتى يحدث التجاذب؟ يحدث التنافر عندما تكون الأقطاب متشابهة، ويحدث التجاذب عندما تكون الأقطاب متضادة. في هذا النشاط استقصاء قضيب المغناطيس. سنحتاج في هذا النشاط إلى قضيبين مغناطيسيين وخيط ومقص. على كل طالب إحضار هذه الأدوات وتنفيذ النشاط وهو بالمنزل. ماذا سنفعل في هذا النشاط؟ لديك مغناطيس يتألف من أطراف محددة بألوان مختلفة، مثل الأحمر والأزرق كما أشرنا من قبل، طرف أحمر وطرف أزرق. نربط قطعة خيط حول منتصف كل مغناطيس. هنحضر مغناطيسيين. حول كل مغناطيس سوف تقوم بربط قطعة من الخيط. نمسك طرف الخيط بكل يد حتى يتأرجح المغناطيسان، وعندما يتوقف المغناطيسان عن التأرجح قرب أحدهما من الآخر كما في هذه الصورة. تأكد أن طرف المغناطيس الواحد يقابل الطرف المختلف باللون في المغناطيس الآخر، بمعنى لابد أن يتقابل المغناطيس بالطرف المغناطيس باللون الأزرق مع طرف مغناطيس باللون الأحمر. إذن هما قطبان مختلفان في هذه الحالة.
ماذا حدث للمغناطيسيين كما نلاحظ في الصورة؟ امسك المغناطيسيين بحيث يتقابل الطرفان. في الحالة الأولى ماذا سيحدث للطرفان المختلفان؟ ماذا سيحدث للمغناطيسيين؟ كما نرى في الصورة حدث تجاذب بين المغناطيسيين. لماذا حدث التجاذب؟ لأن الطرفان مختلفان، الأقطاب متضادة، إذن حدث تجاذب بين المغناطيسيين. في الحالة الثانية امسك المغناطيسيين بحيث يتقابل الطرفان المتشابهان في اللون، وتوقع ماذا حدث للمغناطيسيين. توقع ماذا سيحدث لو أمسكت المغناطيسيين بحيث يتقابل الطرفان الآخران باللون نفسه وجها لوجه. ماذا سيحدث؟ ماذا تتوقع؟ توقع هو أن يحدث تنافر بين المغناطيسيين، لأن الأطراف المتشابهة أو الأقطاب المتشابهة تتنافر كما ذكرنا وكما هو موضح في هذه الصورة. القطب الشمالي في المغناطيس الأول والقطب الشمالي في المغناطيس الثاني، حدث بينهما تنافر لأن الأقطاب متشابهة. نشاط آخر في هذا النشاط سيكون لدينا مغناطيس مجهول الأقطاب، لا أعلم القطب الشمالي من القطب الجنوبي. ماذا سنفعل في هذا النشاط؟ سنحتاج إلى مغناطيس حدوة حصان وقضيب مغناطيس آخر. القضيب الآخر سيكون معلوم الأقطاب. الأقطاب في مغناطيس حدوة الحصان غير محددة كما هو موضح في الصورة. الأقطاب غير محددة، لا أعرف القطب الشمالي من القطب الجنوبي. يمكنك استخدام قضيب المغناطيس الآخر المعلوم الأقطاب لتمييز أي طرف هو القطب الشمالي وأيهما هو القطب الجنوبي. ستقوم بهذا النشاط وسنعرف كيف نفذت هذا الاختبار في الأسئلة. أسئلة كتاب التلميذ صفحة 46. السؤال الأول، كيف نفذت أسئلة كتاب التلميذ صفحة 47؟ السؤال الأول، كيف نفذت الاختبار؟ الاختبار السابق، كيف نفذنا هذا الاختبار؟ وهو معرفة الأقطاب في المغناطيس. الإجابة، يجب استخدام مغناطيس معلوم القطبين لتمييز أقطاب المغناطيس المجهول القطبين. السؤال الثاني، كيف قررت أي القطبين هو القطب الشمالي وأيهما هو القطب الجنوبي؟ كيف تعرفت وكيف قررت أن هذا هو القطب الشمالي وهذا هو القطب الجنوبي في المغناطيس حدوة الحصان المجهول القطبين؟ الإجابة، القطب الشمالي سيتنافر مع القطب الشمالي على المغناطيس المعلوم القطبين، سيتنافر معه لأن الأقطاب المتشابهة تتنافر. عندما أقوم بتقريب القطب الشمالي من المغناطيس المعلوم القطبين إلى المغناطيس المجهول، إذا حدث تنافر إذن هذا القطب هو القطب الشمالي. وعندما أقوم بتقريب القطب الجنوبي من القطب الآخر وحدث تجاذب بين القطبين، إذا هذا هو القطب الجنوبي للمغناطيس المجهول القطبين. الواجب المنزلي.
كتاب النشاط صفحة 30. كده انتهينا من درسنا اليوم. أتمنى لطلاب الأعزاء التوفيق.